مش لاقي الطريق ليه؟ مش لاقي الطريق وسط الابتلاء ليه؟ الاتصال بالله نقطة تحول في حياة كل مبتلى. ربنا ما ابتلكش عشان ما بيحبكش، ربنا ما ابتلكش عشان يضيق عليك، ربنا ابتلاك عشان تجري عليه فيحول لك كل حاجة في حياتك، فيبقى لحظة رفعت ايدك لربنا نقطة تحول في حياتك كلها، نقطة تحول. كثير من الناس يقول لك انا كان مقابلتي مع فلان نقطة تحول في حياتي، انا كان الانترفيو اللي عملته في الشركة الفلانية لما عجبت المديرين بتوعي نقطة تحول في حياتي، انا لما قابلت فلان الغني وخلاني امسك اعماله نقطة تحول في حياتي. اخطر نقطة تحول ممكن تبقى في حياتك هي اتصالك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حيي كريم. حيي، حيي ده يعني تخيل انت ماشي في الشارع وشايل مثلا كيسين ولا حاجة والدنيا حر في عز الدور ولا حاجة، طفل صغير بيقول لك لو سمعت يا عمو يا الساعة كام الله يكرمك، اصل انا ويعني هتحط الكيس على الارض وتبص، انت مش عارف تبص وانت شايل الشيل دي وتبص في الساعة وتقول له حبيبي الساعة كذا، انت مكسوف من طفل صغير انه يطلب منك طلب وانت ما تجيبهوش، ولله المثل الاعلى، فما بالك بالحيي لما انت تطلب من الله. الله حيي، الله يستحي انك انت رفعت ايدك دي تنزل من غير تغيير في حياتك. الله يستحي، ان الله حيي كريم يستحي اذا رفع احدكم اليه يده ان يردهما صفرا. ربنا لا يمكن يخلي حياتك بعد رفعت ايدك زي حياتك قبل رفعت ايدك. ارفع ايدك، ارفع ايدك ومد ايدك لربنا. لو ما كنتش مرضت، لو ما كنتش ابتليت، ما كانتش كلمة يا رب طلعت من قلبك. اوعى تفتكر ان الابتلاء اللي ربنا ابتلاه لك ده شر ليك، اوعى تفتكر ان معناه ان ربنا ما بيحبكش. اوعى تقرا الرسالة غلط، اوعى تقرا رسالة الازمة المادية اللي حصلت لك او رسالة الابتلاء اللي انت ابتليت بيه، اوعى تقرا الرسالة ان ربنا ما بيحبكش، ده الرسالة ان ربنا بيحبك ويريدك انك ترفع ايدك. لولا انه ابتلاك ما كنتش رفعت ايدك، ما كنتش توجهت اليه. نقطة تحول ان ربنا سبحانه وتعالى اتصالك بيه يبقى نقطة تحول في حياتك كلها. تخيل كده واحد جاب لك تورتاية النهاردة مثلا فخمة وكلها فواكه، وتاني يوم قام جايب لك شوكولاتة بالمكسرات، تالت يوم قام جايب لك طبق حلويات شرقية مستورد، رابع فجي مرة كل يوم كل يوم يجيب لك حاجة حلوة قوي كل يوم، فمرة بعد سنين بعد آلاف المرات كل يوم يجيب لك حاجة من أجمل ملذ وطائب، فمرة أم جايب لك علبة رمادي كده مقفولة، علبة لونها داكن كده مقفولة تتجعز منها ولا تبقى موقن ان برضو جواها حاجة حلوة، يقينا جواها تورتاية بس هي العلبة رمادي. هو ده الابتلاء. هو ربنا عمل فيك ايه؟ ربنا خذلك امتى؟ ربنا سابك امتى؟ ربنا تخلى عنك امتى؟ هو الاسهل ان ربنا يدي لشاب كبد في جسمه ولا ان ربنا يديله شقة يتجوز فيها؟ شقة لو راحت هيحصل ايه؟ انما الكبد ده لو راح الدنيا كلها لو من ايديك محدش هيقدر يعمل لك حاجة، ولا حد هيقدر يقدم لك ولا يأخر لك. اللي ربنا اداهولك اعلى مليار مرة من اللي انت نفسك فيه، اللي ربنا اداهولك اغلى مليار مرة من اللي انت نفسك فيه، اداك الاعلى واداك الاغلى واداك الاكرم، ما يعملكش الباقي ليه؟ انك انت تعرف مين هو الله سبحانه وتعالى، مين هو المجيب سبحانه وتعالى، انك انت تتصل بالله، انك تقرا رساله الابتلاء صح وتعرف انها رساله ليك من ربنا، ربنا بيردك ليه وربنا سبحانه وتعالى بيرجعك ليه. واحد يعني راح يحلق عند يعني 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 حلاق رجالي كوافير رجالي، فبيقول للراجل بيقول له يا عم هو مين اللي قال ان ربنا موجود؟ قال له انت بتقول ايه؟ قال له يا عم امال كل المظلومين دول متسابين ليه؟ والمرضى دول متسابين ليه؟ والفقراء دول متسابين ليه؟ لو كان ربنا موجود امال كل دول متسابين ليه؟ فالراجل قال له طب نتقابل بكره، فالراجل راح له بكره تاني يوم قال له يا اخي سبحان الله يعني مفيش حلاقين في البلد، قال له ازاي؟ قال له امال يا عم الناس اللي شعرها منكوش دي كل شعرها منكوش وماشيه في الشارع، قال له يا عم الحلاقين موجودين بس هم اللي ما بيروح لهمش، قال له كذلك ربنا موجود بس معظم المبتلين هم اللي ما بيروحلوش. هي دي القضيه، ان الابتلاء
يوقفك على الخط السليم. ان الابتلاء ده اشارة مرور في الطريق. لما انت بتيجي تحود ربنا بيبعت لك اشارة مرور اسمها الابتلاء، بيقول لك اتوجه صح، بيقول لك امشي في الطريق الصح، توجه الى الله سبحانه وتعالى.